بالعكس هو احنا اللي هننط على الاعلام اللي هم هياخدوه او الاهتمام الاعلامي اللي هم هياخدوه. اتمنى انه بطلة العالم سيدات ما يتخدش منها بسبب ان في راجل كسب جنبها بطولة، طبعا بطولة من اكبر 7 بطولات في العالم في مستوى الرجال، ولكن مش بمثابة بطولة العالم. فاتمنى انه ده لما تتوج على منصة بطولة العالم تبقى فعلا حاجة يونيك يعني ان شاء الله. هو بيزود ضغط اكيد، ولكن انت ممكن تحاول الضغط ده لحاجه ايجابيه، واعتقد احنا اتعلمنا من كتر ما لعبنا في مصر زي بطوله الجونه وبطوله اسمها وورلد تور فاينلز والحاجات دي، عودتنا ان احنا نتعود مع الضغط ده. وطبعا انت عندك حد في البيت بيعدي معاك بنفس الضغوطات وعارف يعني ايه ضغوطات وازاي يطلعك منها وكده، فانا بالنسبه لي محظوظ ان انا عندي حد زي نور بيطلعني من حاجه زي دي. صعب وسهل. صعب لانه انتوا صحاب، فغصب عنك ما تبقاش عارف تبقى عامل كده قوي ضده لان انت عارف ان ده صاحبك، فبتحاول تفصل عن ده، فدي مش حاجه سهله. ولكن في نفس الوقت بيبقى سهل لان انت عارف انه هتخلصوا هتبقوا حبايب تاني، مش هيبقى فيه بقى الحاجات الرخمه اللي بتحصل ساعات ما بين النقط. كنت 2015 وصلت دور الثمانيه بطوله عالم، وابتديت اخش بقى جوه قائمه احسن يمكن 25 في العالم. بعد كده رايح بقى بطوله تي او سي، واول ماتش جالي لوكال اسمه رامي التندن، لعيب جامد جدا بس هو ما كانش ساعتها بيلعب فول تايم، كان بيشتغل شغلانه يعني فول تايم ثانيه، وجي كسبني. وكان اهلي سافروا لامريكا يتفرجوا عليا، فكانت قهره كبيره شويه بالنسبه لي. وساعتها شكيت في نفسي، هل انا عندي الشخصيه اللي توصلني ان انا ابقى لعيب جامد ولا لا؟ الفتره دي هزتني جامد، ولكن محظوظ ان انا بعدها باسبوعين رحت كسبت بطوله كبيره جدا اسمها موتور سيتي، ربنا وفقني وكسبت محمد الشرباجي ودييجو كاستانيه ونيك ماثيو. دي رجعت لي ثقتي في نفسي شويه. انما اصعب موقف في حياتي في تاريخ الاسكواش هو نهائي بطوله العالم ناشئين في اكوادور سنه 2010. من وانا صغير كان حلمي، لان انا ما كنتش متخيل ان انا هلعب بروفيشنال، كان حلمي ان انا اكسب بطوله العالم ناشئين قبل ما ابطل، ورحت خسرت من عمرو خالد خليفه اللي هو كان المنافس الحقيقي ليا في الناشئين، وكان بيكسبني اكتر ما بكسبه، بس كان عندي امل المره دي ان انا اقدر افوز. بس لما خسرت كانت قهره كبيره بالنسبه لي يعني. حصلت قبل كده وحصلت ما يعني انا يمكن محمد الشرباجي قبل كده في بطوله الاهرام، وبعد كده حصل تاني موقف في بطوله العالم في وادي دجله، ولكن احنا الاثنين عارفين ان احنا بشر وبنغلط، وكنا كبار كفايه ان احنا نروح ونعتذر لبعض، والنهارده بنلعب مع بعض بكل احترام وبشوفه بنبقى اصحاب بره الملعب. ولكن يعني اتمنى ان احنا ما نعملش كده تاني، ان احنا في الاول وفي الاخر عايزين نشرف مصر ونبقى بنلعب باخلاق عاليه قدام الناس ونشرف اهلنا يعني. عمري ما تغضيت عن حدودي يعني. طبعا اتعصبت، ممكن ابقى رميت مضرب، ممكن ابقى زعقت ممكن، ولكن عمري ما تعديت حدودي ان انا غلطت في حد او كده. انا بالنسبه لي من وانا عندي 10 سنين لو انا كسبت ماتش بس كانت اخلاقي مش كويسه، اهلي ممكن ما يودونيش للماتش اللي بعده، اهلي طول عمرهم كده. فالحمد لله الحمد لله عمري ما وصلت لمرحله ان انا ابقى مكسوف من نفسي يعني. ما اعتقدش ان انا عيطت ولا مره خسرت من ساعه ما لعبت بروفيشنالي، بس عيطت مرتين من الفرحه، مره لما كسبت بطوله الابطال اللي هي تي او سي واصبحت رقم 1 العالم لاول مره، شريط حياتي كده ال 20 سنه عدوا قدامي حلمي وان انا فعلا بقيت دلوقتي رقم 1 العالم، ولما كسبت بطوله العالم في شيكاغو برده غصب عني الدموع نزلت من عيني وما قدرتش امسك نفسي. من المضايقه ما حصلتش غير في الناشئين، يمكن بطوله العالم الناشئين النهائي ده عيطت جامد قوي بعد ما خسرت قوي. مش بتفائل، بس لازم كل يوم الصبح قبل ما العب مع ماتش مع حد لو انا مش عارفه كويس بتفرج على ماتش لينا او ماتش ليه هو، انا لو انا ما لعبتش معاه قبل كده اعرف يعني نقط قوته ونقط ضعفه. ولازم اعمل حاجه اسمها فيجواليزيشن اللي هو ادخل نفسي في مود الماتش لمده 10 دقائق كده، بتخيل كل موقف في الماتش ممكن يحصل وازاي هتغلب عليه لو كان موقف صعب يعني. مره بلعب مع واحد اسمه كامل جيسن، اخر كره في الماتش بيضرب الكوره هو وانا مضربي بعيد خالص، مضربه طار من ايده جه في مضربي والمضربين طاروا واتكسروا الاثنين قدامي على الاخر، موجود على يوتيوب يعني، فيمكن دي اكتر حاجه تيجي في بالي دلوقتي. حصل بس ما احبش اتكلم على اني ماتش عشان ممكن ابقى خسرته، ما بحبش ابقى يعني انا عمري انا هزعل لو انا كسبت حد وطلع الا اصلا كنت مصاب او ما كنتش فت. بنلعب يمكن 50 ماتش في السنه، عمرك ما هتلعب اكتر من 40 اكتر من 10 15 منهم وانت 100% سليم. دايما بيبقى يا اما مجهد يا اما عندك حاجه هنا بتوجعك حاجه هنا بتوجعك، مش نايم كويس، عندك ضغط عصبي، عندك مشاكل شخصيه في حياتك. ال 35 ماتش دول كلهم بيبقى عندك مشاكل، فلازم تتغلب عليها وخلاص. لو ما تغلبتش عليها
ما تبقاش حجه يعني، ما اللي وصل قدامك برضو عنده مشاكل يعني. فعلا فعلا والله مش كليشيه، بس فعلا الحمد لله كل حاجه مشيت زي ما انا عايز ومبسوط بيها ومغيرش حاجه حتى الوحش اللي فيها. احنا بنحب مصر قوي انا ونور، بنحب مش بقى حاجه وطنيه قد ايه احنا وطنيين، لا احنا بنحب نبقى حوالين اهلنا وكده يعني، مش بدعي ان انا وطني خالص. فاول لما بنخسر او اول لما لو كسبنا البطوله ربنا وفقنا وكسبنا البطوله، تاني يوم على طول الصبح بنبقى في الطياره، ما بنحبش نستمتع قوي بالبلد اللي احنا فيها لو علينا نرجع نقعد في وسط اهلنا. دي مش حاجه كويسه اعتقد، يمكن لو استمتعت اكتر بالبلاد اللي انا بروحها هتبقى متعه اكتر، بس لا انا بالنسبه لي السفر بيتعبني اكتر ما بيبسطني حاليا يعني. بحب اوروبا قوي، بحب فكره ان انت تنزل تتمشى، هواء نقي، ناس لذيذه. بحب امريكا في ان هي كل حاجه متاحه حواليك، اي حاجه ممكن تطلبها، اي اكل ممكن، سوبر ماركت حواليك. اشتغل مع اخويا يعني، انا اخويا في فاميلي بيزنس كده هو مشغله، وانا بعد ما اخلص ان شاء الله ناوي اخش معاه. من وانا صغير حلمي ان انا واخويا نعمل بيزنس مع بعض. احسن زوج، لا بهزر، اعتقد في الالتزام، عمري ما عملت حاجه نص نص يعني، انصاف الحلول، فاعتقد دي حاجه انا بفتخر بيها في نفسي يعني.